حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهم